السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أخوكم عبد الله من شركة بروج العقارية. كما عودناكم دائما عروض جديدة مميزة وأسعار جدا مميزة من خلال المساحة اللي انتم شايفينها الآن حولي. هذه المساحة الكبيرة، أكيد انتم عرفتوا أن احنا الآن في مشروع تبك انت. راح نشرح لكم الآن الفيلا من الداخل ومواصفات الفيلا أيضا من الخارج. راح نبدأ الآن في أول تفاصيل الفيلا. طبعا مدخل الفيلا من هذا المكان على الشارع على طول مباشرة، في درج يطلع إلى الفيلا، وفي عندنا هنا اللي هو الباركينج حق السيارات، يستوعب لي سيارتين زي ما انتم شايفين. الجهة هذه عندنا الجماعة طبعا مستغلينها كمزرعة، مزرعة للخضروات، وأيضا في مساحة في الأسفل أشجار مثمرة زي ما انتم شايفين، أشجار جدا ممتازة كلها مثمرة، بالإضافة ممكن استغلالها في أكثر من شيء، سواء زراعة أو لو حبيت تغير في المستقبل ممكن تستغلوها بأشياء ثانية أو مساحات أخرى. طبعا المساحات الخضراء زي ما انتم شايفين مساحات جدا جميلة، أشجار زيتون، أشجار يعني جميلة، بالإضافة يعني مساحة كبيرة كملعب ممكن تكون مستخدمة، أو بإمكانكم تضيفوا أشياء كثيرة كمثلا بيت شتوي تضيفه في الفيلا. طبعا داخل الفيلا لكم كامل الخيارات انكم تغيروا وتعدلوا زي ما انتم حابين. طبعا في عندنا العاب الاطفال هنا زي ما انتم شايفين شكلها جدا جميل، عندنا ملعب ايضا للتنس لكره السله عفوا جدا ممتاز. تعالوا نشوف منطقه المسبح، طبعا هذا المسبح خارجي بمساحه جدا ممتازه، في عندنا جاكوزي هنا وعندنا المسبح هذا الجميل جدا. طبعا زي ما انتم شايفين المساحة الفيلا هذه ما زالت تنبني وما زالت مأهولة، يعني كل يوم في عائلة جديدة في المجمع. زي ما ذكرنا لكم سابقا انه المشروع فيه تقريبا حوالي 2000 فيلا، المأهول منها الان حوالي 1000 فيلا، كل يوم تكون في عائلة جديدة. طبعا إذا انتهى المجمع أو تفلل ما راح تكون الأسعار مثل الآن، فالأسعار الآن نوعا ما بتناول اليد. الحديقة طبعا تلف كامل على كامل حوالين الفيلا، في عندنا هنا منطقة حاطينها للحديقة كمزرعة صغيرة للحيوانات، دجاج أو شيء بإمكاننا نغيرها نخليها مثلا منطقة باربيكيو أو خاصة بالشوي أو جلسات، نستطيع أن نتحكم في هذا الموضوع. طبعا بالإضافة للسواتر الموجودة، سواتر من الأشجار، والجدار ما شاء الله مرتفع، وبإمكانكم ترفع أيضا الجدار متر زيادة كنوع من أنواع التغطية على الفيلا. تعالوا نشوف الفيلا الآن من الداخل. الفيلا جميلة جدا، طبعا مساحة الأرض 1900 متر مربع، مساحة الفيلا الصافية 350 متر مربع. الفيلا جدا متميزة، تعالوا معنا نشوفها من الداخل. طبعا هذه منطقة قبل لا ندخل على الفيلا، منطقة بإمكاننا نستغلها بأكثر من شيء، ممكن نحط فيها جلسات. طبعا في هنا غرفة نوم أيضا تطل على هذه المنطقة، معطيها جمالية جدا رائعة. تعالوا نشوف الغرف والتفاصيل من الداخل. طبعا هذا هو مدخل الفيلا الآن. في عندنا هنا أول ما راح ندخل موجود عندنا اللي هو دواليب التصفيط والتخزين، أيضا عندنا هنا خلف الباب مباشرة جهاز الاتصال الخاص بالفيلا، بالإضافة لشاشة الكاميرات. بعدين تعال نتجه إلى غرفة الجلوس أو الصالة الخاصة بالفيلا. طبعا الصالة ما شاء الله جدا كبيرة بديكورات جدا جميلة، التدفئة في الفيلا تدفئة أرضية، بالإضافة أنه يوجد تدفئة على الحطب، وهذه التدفئة مختلفة عن التدفئة الأرضية. لو حابين نشغل تدفئة الحطب أو نشغل التدفئة الأرضية، ولها منفذ خاص يطلع الأدخنة فوق. تعالوا نكمل مع بعض التفاصيل الموجودة عندنا هنا. عندنا هنا غرفة نوم، طبعا غرفة نوم ما شاء الله جدا كبيرة واسعة حلوة بنفس نظام التدفئة المخفي، بالإضافة أنه موجود فيه شباك يفتح على الحديقة الخارجية للفيلا. أيضا عندنا هنا على يدنا اليمين أيضا غرفة نوم بحمام في الدور الأرضي، يعني تقدر نقول أنها غرفة مستقلة تماما أو غرفة مسافرين، بالإضافة إلى مكان للدولاب أيضا. بعدها ننتقل إلى
المخزن اللي هو خاص في غرفة الغسيل للغسالات زي ما انتم شايفين. بعدها عندنا هنا دورة المياه الخاصة في الدور الأول. طبعا دورة المياه جدا زي ما انتم شايفين ممتازة، الديكورات رائعة جدا، عندنا مغسلتين، مغسلة صغيرة ممكن تستخدم للوضوء، أيضا عندنا المغسلة هذه بالإضافة إلى الحمام التركي زي ما انتم شايفين، جدا جدا متميز وجميل. ننتقل هنا إلى المطبخ. طبعا المطبخ مساحة جدا متميزة، له مدخلين، مدخل يطلع على بلكون أو تراس خاص في المطبخ، ممكن نستخدمه كمكان للطعام أو نحط فيه طاولة الطعام، بالإضافة إلى مخرج آخر يطلع على المنطقة الخارجية للفيلا. تعالوا ننتقل مع بعض إلى الدور العلوي ونشوف إيش التفاصيل الموجودة. طبعا الدرج كله من نوع الأخشاب الطبيعية زي ما انتم شايفين، يوجد كمان نافذة لدخول الضوء. هنا عندنا في الدور الثاني، أول ما راح نطلع الدور الثاني عندنا دورة مياه جدا جميلة رائعة، الديكورات جميلة، الألوان تناسق الألوان معطيها جمالية جدا عالية. عندنا هنا غرفة الماستر روم، طبعا ما شاء الله تبارك الله الغرفة جدا 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 كبيرة زي ما انتم شايفين، فيها اللي هو نظام التدفئة اللي على الحطب ممكن انه يدفي هذه المنطقة. ندخل الى المنطقة او منطقة الملابس ودورة المياه الخاصة في الماستر روم. منطقة الملابس ما شاء الله جدا واسعة زي ما انتم شايفين، فيها ارفف وايضا دواليب للملابس، وعندنا هنا ايضا دورة المياه. دورة المياه ايضا بتصميم جدا رائعة جدا جميلة، ايضا موجود فيها النظام الحمام التركي بديكورات جدا ممتازة ورائعة جدا. تعالوا نطلع على التراس الخاص في غرفة الماستر روم. التراس طبعا مساحة جدا كبيرة مطلع على الحديقة الخارجية للفيلا بمساحة جدا رائعة، وأيضا على إطلالة المسبح زي ما انتم شايفين. تعالوا معنا نغطي باقي الغرف التابعة للفيلا في الدور الثاني. طبعا من الشيء أيضا المميز والملفت أنه الممرات مزودة بالسيراميك، وهذا شيء جميل يساعد في موضوع التنظيف وما إلى ذلك. في عندنا هنا غرفة تكفي لشخصين أو لشخص على حسب حاجة المشتري. في عندنا غرفة ثانية أيضا ممكن تكون تستخدم لشخص أو شخصين بإطلالة جدا جميلة على الحديقة الخارجية. تعالوا نشوف الغرفة الأخيرة في الدور الثاني، هي أيضا غرفة نوم. يعني يصير الدور الثاني بإجمالي 4 غرف نوم، هذه الغرفة الأخيرة بمساحة أيضا لا بأس فيها جميلة جدا. هذه تقريبا تفاصيل والغرف الموجودة في الفيلا، مساحة جدا رائعة وتصاميم جميلة وألوان رائعة. الأساس الموجود في الفيلا هو خارج البيعة، لو كان العميل بحاجة أنه يأخذ الأثاث يكون في تفاهم مع مالك الفيلا. نتمنى أنها تكون الفيلا نالت على إعجاب. في نهاية الفيديو نتمنى أن تكون الفيلا نالت على إعجابكم، لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ومشاركة المقطع مع الأهل والأصدقاء. جميع المعلومات والأسعار تجدونها في صندوق الوصف أسفل الفيديو، ودمتم في أمان الله.